ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكان الله بكل شيء عليما الله أكبر بسم الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله.